السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن فريق مانشستر سيتي أمس الأربعاء في التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الكروي الجديد. ونشرت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي صورة للفنان الجزائري رفقة زملائه، حيث عنونت الخبر بمانشستر سيتي العودة. وظهر رياض محرز خلال التدريبات وعلى رأسه ضمادة، حيث عنون الجميع أن رياض محرز أزال الورم الذي كان في رأسه وقد أجرى عملية صغيرة قبل عدة أيام. ومن المنتظر أن يجلس رياض محرز رفقة إدارة السيتيزن إلى طاولة المفاوضات الأخيرة لتجديد عقده. وأنتم مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.